أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في الإمارات حملتها الشتوية السنوية في فلسطين تحت شعار صقيع الشتاء 2، بهدف توفير الدفء للأسر المحتاجة والمتعففة خلال هذا الفصل البارد. وتستهدف الحملة المناطق المهمشة والفقراء، وقد تم إطلاقها من خربة مريحة جنوب غرب جنين في الضفة الغربية. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا شروق أسعد. في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وعلى أبواب فصل الشتاء، كثفت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية مساعداتها للعائلات المحتاجة في مختلف المناطق الفلسطينية. الهيئة اختارت التجمعات السكانية الأكثر حاجة وتهميشا كخربة مريحة شمال الضفة الغربية. المساعدات تنوعت بين مواد تموينية ومستلزمات تدفئة وغيرها، وقد وصلت في وقتها لتساعد المستفيدين على تحمل برد الشتاء وتعينهم على الحال المعيشي الصعب. حملة صقيع الشتاء 2 أطلقتها هيئة الأعمال الخيرية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف فيها الأسر الفقيرة الفلسطينية والتجمعات البدوية، بالإضافة إلى المراكز الإيوائية التي تحوي مسنين وأيتام ومعاقين. يجري فيها توزيع يعني مستلزمات التدفئة، من وقود التدفئة، من حطب، من مدافئ، من طرود غذائية، من أبطنة، من أغطية. هي عمليا حزمة متكاملة نستهدف فيها تخفيف يعني أضرار الصقيع من جهة، ومن جهة أخرى يعني التأكيد على ترى يعني تواجدنا مع هذه الأسر في هذا الفصل الذي يعني الآن في بدايته. خربة مريحة يعتاش سكانها على تربية المواشي ويكابدون لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظروف قاسية. 19 نفر 19 وقاعدين، وين بدنا نروح؟ يعني أنا هسا ظليت هون أنا وعلي ومحمد، ثلاثة هون اللي هسا قاعدين، مش يعني معنا يعني مصاري نروح نشتري أرض ونبني ونكيف ونحط. والله خالتي قاعدين على الله، أظن أنا وهالولدات قاعدين، يعني طلعوا لنا يعني كراتين وطلعوا لنا إشي، يعني عندنا دفايات على حطب، هاي شايفة دفايات على حطب عندي، نجيب حطب جفت ونولع المجفتوية، نتحمل وشو بدنا نعمل وين نروح؟ الحمد لله وإحنا وياكم بخير، الحمد لله نتحمد الله. خريطة المساعدات تغطي مناطق عدة على مدار فصل الشتاء لتقدم دعما سيخفف من أعباء الحياة اليومية عن كثير من العائلات الفلسطينية. لأخبار الإمارات شروق أسعد، الأراضي الفلسطينية.